كابتن عمرو، هل هذه البطولة أيضا هتحمل مفاجآت في نتائجها كما كأس مصر؟ يعني مصر مقصة تفوق على المصري بثلاثية، الإسماعيلي تفوق على سموحة بهدف مقابل لا شيء، المقاولون تفوق على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء، هناك مفاجآت، الأقل في الترتيب فاز على الأكثر في الترتيب. هي فرصة، يعني هي يعني أنت بتتكلم على الأندية ديت، يعني أنت بتتكلم في فرق عندها طموح إن هي توصل لنهائي بطولة زي كأس مصر أو كأس الرابطة، فدي فرصة بالنسبة للأندية الجماهيرية إن هي توصل بسرعة. يعني غير الدوري الممتاز، لو بصيت الدوري الممتاز هتلاقيها مختلفه بالنسبه للانديه ديت. عايز طموح، عايز فلوس، عايز صرف، عايز حاجات كتير قوي عشان توصل لانت تاخد دوري ممتاز. فالنهارده انت عندك فرصه كبيره جدا في دوري الرابطه، ان محك اعتقد ان هو زي ما اتكلمنا في موضوع الناشئين، ولو ان عايز اتكلم نقطه بسيطه جدا في النقطه ديت، توقيت الدفع بالناشئ يا تامر مهم جدا. النهارده ممكن ادفع بالناشئين كلهم، ولكن مش هتوصل للمستوى الفني اللي انت عايزه او اللي انت تطمح ليه، لان انت تقيم ناشئ بشكل مميز. تقييم الناشئ بالشكل المطلوب لازم يبقى فيه توازن ما بين الخبرات وما بين لعيبه الناشئين في وجودهم في الملعب. واعتقد احنا كلنا مرينا على الامر دوت، وشفنا ازاي اللعيبه الخبره بتدي اتزان للناشئ وهو في بدايته، في بدايه ظهوره، ازاي بتخليه شكله كويس، ازاي بتساعده في الملعب، ازاي بيظهر بشكل كويس وبتشجعه. فاعتقد ان دوت ده مهم جدا. النهارده لو في فكر ان انا عايز العب ناشئين، لازم يبقى في توازن ما بين الناشئ وما بين اللعيب الخبره عشان تقدر تقيم مظبوط. النهارده اللعيب الناشئ لو اتحط مثلا، لو حطيت فرقه كامله 11 لعيب كابتن فاروق بالناشئين كلهم، اعتقد انت مش هتقدر تقيم بالمظبوط. ولكن تقدر تقيم ازاي لما يبقى في 5-6 موجودين خبرات، تقدر تشيل اللعيب الناشئ دوت، يقدر يظهر، يقدر يؤدي المستوى اللي هو اللي مطلوب. خلي بالك اي ناشئ بيلعب طبيعي ان هو يغلط، يعني ده وارد جدا في المباريات الكبيره، ولكن لما يبقى جنبه حد خبرات يقدر يشيله بتفرق كتير جدا. دي بالنسبه لحته الناشئين. اما بالنسبه للبطوله، بطوله الرابطه، اعتقد ان توقيتها مهم جدا. توقيت بالنسبة لبطولة الرابطة ديت، تخيل كده احنا عندنا الدوري الممتاز توقف وعندك مباريات المنتخب موجودة دلوقتي، هتلاقي فيه فراغ كبير جدا. اللعيبة حتى الموجودة هتفضل اكتر من شهرين مش موجودين، مفيش ماتشات، مفيش. فاعتقد ان ده محك، وتوقيت البطولة دي بالذات توقيت مميز جدا. فاعتقد ان الاندية هتستفاد منها، اللي عنده مشاكل هيقدر يتلافى المشاكل بتاعته، هيقدر يرجع ويصلح بشكل كبير جدا. فأنا شايفها من وجهة نظري إن هي طوق نجاة للأندية اللي يمكن ما كانش فيه انسجام ما بين لعبتها في الدوري الممتاز، تقدر ترجع تاني بشكل مميز. فأعتقد التوقيت مهم جدا بالنسبة لبطولة الرابطة. يعني